دايما فصل الشتاء بيكون من اكتر فصول السنه اللي بتنتشر فيه الانفلونزا ودور البرد. ده بيخلي بعض الناس تفتكر ان هم مصابين بكورونا. عشان كده وزاره الصحه اكدت امبارح ان الوضع الوبائي في مصر مستقر، مفيش اي فيروسات جديده منتشره، وكمان تطعيمات كورونا موجوده وبالمجان في المراكز الصحيه. خلونا نعرف تفاصيل اكتر. معانا عبر الهاتف دكتور مصطفى محمدي، استشاري البطنه والخبير في الامصال واللقاحات. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير يا استاذ محمد، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. يا اهلا بيك يا فندم. في البدايه عايزين نطمن على الوضع الوبائي في مصر. والله يا استاذ محمد، الوضع الوبائي في مصر مطمئن الى درجه كبيره جدا، ومفيش ما يدعو لاي قلق، وان الوضع الصحي دلوقتي بيتواكب مع الفصل اللي احنا فيه من السنه اللي هو فصل الشتاء. اذا كان في زياده في حالات ادوار البرد او ادوار الانفلونزا مع وجود الوباء العالمي اللي هو الكوفيد، مع وجود يعني الحاجات العاديه، ما فيش عندنا ان شاء الله حاجه بره النطاق المتوقع او النطاق المعروف او المتعارف عليه في مثل هذا الوقت من السنه. عظيم. لكنه دايما يا دكتور مع تشابه الاعراض ما بين كورونا وادوار البرد والانفلونزا، الناس دايما بتتخيل ان هم عندهم كورونا، وكورونا دايما بيفاجئنا كل فترة بأعراض جديدة. يعني احنا كنا متعودين منه على كده لدرجة انه بقت الأعراض متشابهة تماما ما بين كورونا وأدوار البرد. هو خليني في البداية بس فيما يتعلق بالأعراض الجديدة بتاعة الكورونا، هو الحقيقة من بداية ظهور الوباء في أول 2020 لحد النهاردة هو المرض بيدور في نطاق مجموعة من الأعراض. قد يبرز البعض منها في وقت ما او ويختفي بعض الاخر او يقل ظهوره ويتغير الوضع مع مرور الوقت، ولكن هي ما خرجش عن الاعراض اللي هي تقريبا 18 عرض، ممكن اثنين منهم يبقوا هم اللي على السطح في الفتره دي، بعد شويه اثنين تاني بالاضافه ليهم او اثنين غيرهم خالص، لكن ما لم يتم استحداث عرض جديد ما كانش ليه تجربه سابقه في فترات من منذ بدايه الوباء. فهو في نفس الاطار. اما فيما يتعلق بتداخل وتشابه الاعراض فده يعني ده الطبيعي، ان كل ما يستهدف الجهاز التنفسي بصفه عامه في الغالب هتكون الاعراض متشابهه الى حد ما ومتداخله، لدرجه ان يصعب على الشخص العادي اللي هو مش الطبيب المتخصص ومش بدون فحوصات سواء كان الفحص الاكلينيكي او بعض الفحوص المعمليه انه يقدر يحدد الاصابه بتاعته دي، هل هي كورونا، هل هي نزله برد، هل هي انفلونزا، هل هي فيروس المخلوي. يعني كل دي فيروسات بتستهدف الجهاز التنفسي، وكل دي فيروسات بيتواكب زياده معدلات انتشارها مع دخول فصل الشتاء. فعلى المواطن هو كل ما هنالك ان هو يعني يهتم بصحته شويه، وان لما تبقى في اعراض زي كده ما يبادرش بنفسه ان هو ياخد ادويه من تلقاء نفسه، ويلجا لاستشاره الطبيب المتخصص، لانه هو الوحيد القادر على تحديد هذه الاعراض وتشخيصها، وهل هي ايهما من مسببات الامراض اللي احنا قلنا عليها، الانفلونزا او نزلات البرد او الكورونا او ما الى ذلك، وبالتالي وصف العلاج المتخصص او العلاج اللازم طبقا لحالته دون احداث ضرر ليه بشكل غير مباشر. عزيز. من سوء استخدامه للادويه او سوء استخدامه للمضادات الحيويه او افراطه في انه يستخدم انواع كثيره ما كانتش ليها لازمه، وفي الغالب هيكون ليها اثار سلبيه اكتر من ايجابيتها عليه. طيب دكتور مصطفى، اشمعنى فصل الشتاء؟ هل المناعه مثلا بتضعف في فصل الشتاء فبنلاقي ان ادوار البرد والانفلونزا بتزيد؟ لا، هو عشان بس مش المناعة بتنخفض، ولكن هي الظروف البيئية في فصل الشتاء الفيروسات دي بتتنقل ما بين الأشخاص عن طريق الرذاذ اللي بيخرج مع
الكلام او الكحه او العطش او ما الى ذلك. طبعا فصل الشتاء بيبقى معاه انخفاض في درجات الحراره، انخفاض في درجات الرطوبه، بيلجا الناس للاماكن المغلقه، الى التجمع في يعني مكان واحد، ممكن يبقى غير جيد التهويه لان احنا بنقفل الشبابيك، بنقفل كل مصادر الهواء اللي هي بتبقى بتسبب لنا الشعور بانخفاض بالبروده يعني. فده بيساعد على ان يبقى الانتقال ما بين الناس اكتر من غيرها من الفصول او الاوقات التانية، برغم ان الفيروسات دي موجودة على مدار السنة، ولكن يعني كل مجموعة من الفيروسات او مسببات الامراض بيبقى لها سيزون او موسم لزيادة معدلات الانتشار. ده بيكون بسبب ان الظروف البيئية بتكون اكتر مناسبة او اكثر مواتية انها تزيد في انتشارها، مش ليه علاقة بمناعة الاشخاص، لان مناعة الاشخاص ملهاش مواسم تنخفض فيها او ترتفع فيها. طيب. او ما شابه ذلك يعني. طبعا بنشكر حضرتك على توضيح هذه النقطة. عايزين نتكلم بس شوية عن كورونا. في بداية ظهور فيروس كورونا كنا عمالين كل شوية نسمع عن متحور جديد، الفا، بيتا، جاما، اوميكرون. بقالنا فترة ما سمعناش عن متحورات، لحد من فترة قريبة بدأنا نسمع عن متحور بيشكل خطورة كبيرة على المواطنين، هل الكلام ده صح؟ والله يا أستاذ محمد، هي عملية التحورات وظهور متحورات جديدة دي سمة من سمات الفيروسات بصفة عامة. إن الفيروسات بيحصل لها ما يسمى بالريبليكيشن، اللي هو التزايد في العدد داخل الخلية البشرية، وفي أثناء يعني أي مرحلة من مراحل هذا التزايد بتحصل تغيير في ترتيب الأحماض الأمينية داخل الجزيء الوراثي بتاع الفيروس، فبينتج عنه متحورات، والمتحورات بيكون عددها كبير جدا، ولكن يعني ممكن ما يكونش ليها أي تأثير يثير اهتمام المجتمع، ولكن هذا لا يمنع برضو ان ممكن يظهر احد هذه المتحورات او بعضها يصل ان هو يثير قلق المجتمع ويلفت انظار العالم، ويبقى محتاج من المجتمع تحرك او تدخل، سواء كان بلقاح، سواء كان استخدام بعض الادوية. يعني المتحورات موجودة، والمتحورات سمة من سمات الفيروسات. وفيما يتعلق بالكوفيد او الكورونا، متحوراته طبعا بدأت بعد تقريبا يعني النصف الأول من 2020، يبدأ بعض المتحورات تظهر، برزت قوي في 2021 مع ظهور الأوميكرون. بعد كده بقى فيه السب فارينت اللي هي بنقول عليها المتحورات أو المتغيرات الفرعية من المتحورات الأساسية، ودي فيها ميزة، كل ما زادت المتحورات كلما قلت قسوة الإصابة بالفيروس نفسه، على أساس أن الفيروس بيبقى بيستهدف بشكل أساسي واستمرارية وجوده على حساب قسوة أو شدة تأثيره على الخلايا البشرية. بمعنى أن هو الفيروس بيبقى غرضه أن يبقى، لو هو قضى على الخلية البشرية وبالتالي هيقضي على الإنسان اللي هو العائل الأساسي بتاعه، اللي هو الهدف الأساسي عشان يبقى، فهو بيبقى يستهدف زيادة الانتشار في مقابل تأثيره الشديد على الخلايا البشرية وعلى البشر بصفة عامة. فيما يتعلق بخطورة المتحور الأخير اللي هو XBB.1.5 ده، بنقول خطورته بس في زيادة انتشاره، ولكن لم تسجل ولا توجد دراسة أثبتت شدته أو أنه بيتطلب دخول مستشفيات أو بيعمل معدلات وفيات عالية، ولكن هو بيتصف بسرعة الانتشار فقط الكبيرة بس. عظيم، كل الشكر لك يا فندم دكتور مصطفى محمدي، استشاري البطنة والخبير في الأمصال واللقاحات، شكرا جزيلا لحضرتك.